بتاعتهم ومحدش هياخدها منهم. مستر ثوري، فلازم تستغل كل مميزات قبل العيوب زي ما حصل عندنا في مصر. بعد فعلا فعلا ميدان سحر في بعض المواقف ما تبصلهاش من ناحيه واحده بس، لازم تبص لها مميزاتها وعيوبها، وايه هينفعك في الموقف ده وايه اللي هيضرك في الموقف ده. واخد بالك يا محمد؟ يعني الموقف ده لازم يستغل كويس جدا. اللي هو ايه؟ صحيح صحيح. اللي هو يا محمد ان الارض دي ارضنا ارضكم، والارض دي محدش ياخدها منكم. واخد بالك؟ جات لك الفرصه انك تقول كده تضيعها منك. وضح لك ده قال لك قال لك وضح لك ده فهم ده قال لك النقطه الاخيره عشان نتكلم بقى. فهموه فهموه هو فهموه. Tú dime. ¿Tú es lógico o no es lógico? No es lógico. Las personas que comen y otras que están disfrutando de 4x4. No es lógico. No es lógico. Tienes razón. ترجم لك السؤال اللي قال لك. قال له سووا له كم تكاليف ميزانيه من يرسو سنويا. قال له ب 60 مليون. نحن ميزانيتنا كلاجئين لا تتعدى 15 مليون سنويا. وهذا وكل عام بضغوطات. دي النقطة الأخيرة كنت عايز أناقش حضرتك فيها. طيبة. دي النقطة اللي حضرتك عايز أناقش فيها مع إذنكم. على فكرة يا سيد عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا. الله أعلم أنتوا تدروها ولا ما تدروهاش أو قريتوا في التاريخ أو قريتوا في السياسة. قرينا في التاريخ. أهم نقطة المنورس دي لازم حضرتك تبص لها إنها ميزة ليك مش عيب. عارف ليه حضرتك؟ لأن المنورس إن لم يتم إنشاءها في الصحراء الغربية ده معناه عدم وجود حق للبوليساريو، إنما إنشاء